طبعا موضوع العين الزايغه متفاعل على تويتر وهاشتاج صباح العربيه، وفي مطالبات. خالد عسيري طالب انه لازم نفتح كمان الموضوع من الناحيه الثانيه، الست اللي عينها زايغه. واكيد ان شاء الله يا خالد من باب الانصاف، طبعا مخرجنا جمال ايده لخالد وقال صح انتم دائما طابين في الرجال، لازم يكون في عدل. العموم احنا حنثبت العكس وحنتكلم حتى عن المراه اللي عيونها زايغه. نبدا الان فقره اخبار بلا سياسه مع ستيفن سيغال. فقد اعلن ستيفن سيغال الممثل الشهير نيته الترشح لمنصب حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، سائرا بذلك على خطى زميله النجم الأمريكي أرنولد شوازنيجر، والذي قطع عمله في السينما لمدة 8 سنوات ليشغل كرسي حاكم ولاية كاليفورنيا. وكشف نجم أفلام الأكشن سيغال عن قراره هذا في حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات، وتحدث الممثل المشهور والأستاذ في أنواع القتال الفردي الشقيان، وفي حال انتصاره في الانتخابات سينشغل بمسائل تعزيز الحدود الأمريكية وإنشاء فرص جديدة للعمل. وعبرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن استيائها من لحية حفيدها الأمير هاري المصنف رابعا في ترتيب ولاية العرش، وأصدرت له أمرا في العام الجديد بأنها تكرهها بشدة وتتوقع منه أن يزيلها عاجلا وليس آجلا. ووفق مصادر مطلعة وعد الأمير هاري بالانصياع لأوامر جدته الملكة، لكنه لن يحلق لحيته قبل أن تراها صديقته كريسيندا بوناس البالغة من العمر 24 عاما. وكان الأمير هاري البالغ من العمر 29 عاما أطلق لحيته الشهر الماضي خلال مشاركته في رحلة إلى القطب الجنوبي مع جنود بريطانيين جرحى. والله مش سيئة بس اللحية، من عارف اللي مزعلتها يعني. اهي شو الله شكله يعني مش بطالة، وسيم كل حاجة يعني. عجبتني هذه، لو ايش ما يعمل هو وسيم انت شايفتهم. طيب على العموم، فاتح شويه بزياده بس يا مروه، على العموم قبل ما نفصفصوا اكثر من كده خلينا ننتقل الى موضوع اخر. فقد انتجت المصوره الفرنسيه باتريس لترانك انا قلت اسمها صح ولا لا؟ اذا احدنا يعرف فرنسي يصلحوا لي. على العموم طبعا هي اعدت البوما يضم مشاهد لاناس يمشون على ايديهم، ورغم ان كل شخص في الصور يمشي بالمقلوب الا ان ملابسهم في الوضع الصحيح. نتابع. وننتقل الى خبر جديد مش عارفه فيه. معلش هو البرنامج بدري شويه. وننتقل الى خبر جديد. علقت طفله امريكيه تبلغ من العمر 11 عاما بغساله، وذلك بعد ان اختبأت من اشقائها داخلها ولم يتمكن والداها من اخراجها، مما دفعهما لطلب النجده. ولجأ فريق الانقاذ الى اكثر من حيله لانقاذ الصغيره، اذا استخدموا الزبده والثلج والماء الدافئ دون جدوى، حتى اضطروا الى ازاله جهاز التجفيف من اعلى الغساله ليتمكنوا من توسيع فوهه الغساله وسحب الطفله الى الخارج. واستغرقت عملية الإنقاذ ساعة ونصف، وبمجرد انتهاء المهمة اصطحبتها والدتها إلى أحد المستشفيات للإطمئنان على حالة قدميها. يعني شوفي عقلهم بيجيبهم لفين، نو تدخل جوه الغساله عشان تستخبوا. انا صراحه يعني ما بحرض على العنف المنزلي، بس انه بعد ما يشيكوا عليها في المستشفى المفروض يعني يتفاهموا معاها تفاهم كبير انه ما تعيد الموضوع. طيب عندما قالوا ان الجنون فنون كان الكلام صحيح، فالفتاه البريطانيه اليزابيث بنت لم تجد غير يدها كقطعه لتحويلها الى لوحه فنيه لتخيط يدها بالعديد من الخيوط الملونه بشكل دقيق وحساس بهدف لفت الانتباه الى قضايا انسانيه بحسب تعبيرها. نتابع. معليش انه طبعا انا مع دعم القضايا الانسانيه وكل شيء، بس ليه الفكره؟ طب ايه الهدف؟
تألم نفسها، تعذب نفسها، ناس غريبة. يلا إليزابيث بنت يعني جزاك الله خير برضو، بس يعني غريبة. وعثر مرتدو الشواطئ في مدينة ساحلية برازيلية على كائن بحري غامض يشبه الفقاع، وظهر الكائن الغريب على ساحل مدينة بهايا ولم يستطع التحرك أكثر من بضع بوصات على طول الرمال، ويشبه المخلوق قنديل البحر وله شعيرات على ظهره، بينما يبدو جسده مثل الفقاعة ولديه جلد وردي اللون رقيق وشفاف ورأس صغيرة. وانتشر فيديو للمخلوق الغامض على الإنترنت، ولكن لم يتمكن أي من الباحثين البحريين تحديد نوعه حتى الآن.